معاك مش مستني صوتك لأسمعك لو تعبت وحملك وجعك على عقال راسي لارفعك هو يا ابن بلادي شد الهمة خلوا ولادنا يضلوا بنعمة ايد بايدك الأردن يعمر هن نشامة فالو كلمة بنت بلادي شد الهمة خلوا ولادنا يضلوا بنعمة ايد بايدك الأردن يعمر هن نشامة فالو كلمة بسم الله الرحمن الرحيم. مساء الخير أعزائي المشاهدين، نرحب بكم من جديد في هذا اللقاء الخاص ضمن لقاءات برنامج كفاءات أردنية عربية. احنا الآن موجودين منطقة الهاشمي الشمالي بضيافة شوفان لكهرباء السيارات، وبداية اسمحوا لي أن أرحب الأستاذ وليد شوفان. أستاذ وليد مساء الخير. مساء النور، أهلا وسهلا، منورنا بهذا اللقاء. بداية نعرف أستاذ المشاهدين بحضرتك، نتحدث عن دراستك، حياتك العملية، ولماذا اخترت هذه المنطقة؟ اخترت هذه المنطقة لأنه أنا الوحيد هون بالهاشمي الشمالي وبقدم خدمات كهربائية وصيانة سيارات وغيار زيوت وغيار بريكات وإن شاء الله بداية منيحة إلي. أنا صار لي كم شهر في المحل. إذا صار لكم أشهر قليلة بلشين، شو خلاف موضوع الزيوت والكهرباء؟ بنقدم خدمات، يعني باستطاعة أصحاب السيارات يلاقوا خدمات عندك؟ بحاول أنا أمن قدر الإمكان لصيانة السيارات والكهرباء إنه يكون عندي كل شيء موجود، تنظيف بخاخات، كهرباء، أعمال كهرباء، أعمال صيانة بمجال سيارات الهايبريد، كصيانتها بطارية الهايبريد، التيربو، المروحة تبع التبريد، الماء الانتفريز للسيارة ضروري هذا جدا. بحاول أمن أنا كل شيء، صيانة كاملة، صيانة عامة. جميل. طيب شو طموحاتك بهذا المحل؟ يعني نحكي عن الخطوات المستقبلية. خطوات المستقبلية طموحاتي إنه أكبر المشروع أكبر. توسع وقت. نعم. أتوسع بمجال الشغل، صير في عندي خدمة ميكانيك أكثر. على خير إن شاء الله. طيب شو أبرز المشاكل المعوقات تواجهك بهذا القطاع وفي هذه المنطقة إذا في ملاحظات لك؟ ملاحظات بس عدم توفر القطع. أحياناً القطع المستعملة كتير بحتاجها. بالمنطقة فيش إلا تروح ماركة. ما في إلا أوصل لمنطقة صناعية ماركة أو القويسمة. طيب شو بنحكي عن موضوع الصيانة؟ انتم من اي ساعة لاي ساعة بتستقبلوا الزبائن؟ نحن بنفتح الساعة 9 صباحا للتاسعة مساء. ويخص موضوع الميكانيك بتقدموا خدمات اشياء بسيطة؟ يعني اشياء بسيطة حسب الامكانيات المحل. على خير ان شاء الله. طيب استاذ وليد، شو بتعني لك نعمة الامن والامان بظل ما نشاهد من متغيرات؟ يعني احسن شيء بهي البلد هو الامن والامان. نعم. يعني أنا هذا الأمان كتير بشوفه هون كتير منيح، ما بشوفه بأي دولة تانية، وبحكي مع كتير أصحابي ناس برا ما في عندهم مثل هذا الأمان. نعم. طيب فأحسن شيء هون، أحسن بلد كأمان واستثمار وشغل. أنا بنصح كل واحد يجي يعمل شغل ويقدم مشروعه هون ويتطور شوي شوي، الواحد بيتعب عليه بيتطور. طيب يعني عن الاستثمار والشغل بعمان، شو بنوجه رسالة للشباب العربي بشكل عام والشباب الأردنيين على ضرورة العمل والمهنة؟ المهنة إشي مفيد، المهنة أهم شيء بحياة الشخص اللي هو مهني أصلا وفني. فبنصحه أنه هون لما يفتح مركز أو يعمل محل صيانة فكتير رح يستفيد، وشغل فيه الحمد لله تمام، الأمور منيحة، الأمن والأمان منيحة، ونشكر نحن جلالة الملك على البلد والأمان والأجهزة الأمنية كافة. بالتأكيد بالتأكيد. شو بتحكي لأهلنا بسوريا؟ أولا بتمنى لهم السلامة إن شاء الله. بتمنى لهم السلامة أكيد، يعني وأنا عشت ظروف صعبة بسوريا وأوقات صعبة الحمد لله جيت لهون على بلد أمان وأمن وأمان والخير موجود فيها إن شاء الله. الخير يا سيدي. يعني بنشكر كل أجهزة الأمن القائمين على أمن وأمان هاي البلد. نعم. نحدد للسادة المشاهدين موقعكم ورقم الهاتف. موقعنا نحن الهاشمي الشمالي مقابل سامح مول خط 15. نعم. وراح الهاتف رقم. نعم. الهاتف 07 87 152 823. نعم. لكم صفحة على الفيسبوك؟ لنا صفحة على الفيسبوك اسمها شوفان لخدمة وصيانة السيارات. نعم. رح تظهر الأرقام والروابط على الشاشة. احنا بنحييك، اذا تحب تحكي كلمة اخيرة تفضل. بشكر جميع الجهود اللي عم تصير بالمملكة الأردنية الهاشمية مع
جهود جلالة سيدنا. نعم. وبنشكر الأجهزة الأمنية مرة ثانية لأنه كثير بتعبوا كثير يعني الله يعطيهم العافية والصحة. كل الاحترام. احنا بنحييك أستاذ وليد ونتمنى لك التوفيق في مشروعك ويعني مزيد من النجاحات والإنجازات. إن شاء الله. وهذا يدل على شيء تميزك ووجودك أنت الوحيد في هذه المنطقة. طبعاً شوفان لكهرباء السيارات مقابل سامح مول منطقة الهاشم الشمالي على استعداد لتقديم الصيانة بما يخص موضوع الكهرباء وكل ما يتعلق بالزيوت وتضليل الزجاج وأكسسوارات والتوسع إن شاء الله بالمستقبل. إن شاء الله التوسع إن شاء الله أكبر وأكبر ونجاح أكبر إن شاء الله. كل الاحترام. السيد وليد شوفان من شوفان لكهربائي السيارات في منطقة الهاشمية الشمالي. شكرا جزيلا. أهلا وسهلا فيك.